أين هي الحقيقة في الحرب في أوكرانيا؟ سؤال طرحته واشنطن بوست بشأن ما تعلنه الولايات المتحدة من تطورات الحرب هناك، وهل النجاح الذي حققته أوكرانيا في بعض المناطق في التصدي للهجوم الروسي هل هو نجاح مستدام؟ تقول الواشنطن بوست إن ما تقوله الحكومة الأمريكية يجب أن يخضع للتشكيك بسبب التجربة غير البعيدة في أفغانستان، حيث تستر المسؤولون الأمريكيون على الخلل في القوات الأفغانية قبل الانسحاب، وتضيف أن أمريكا أعلنت مراراً تقدم القوات الحكومية على طالبان، لكنها لم تضمن أبداً أن تكون تلك النجاحات مستدامة، فبمجرد الانسحاب الأمريكي سيطر الطالبان على البلاد في لمح البصر. هنا تطرح الصحيفة سؤالاً، هل إذا تناقص الدعم العسكري الأمريكي والغربي إلى أوكرانيا، هل المقاومة الأوكرانية لروسيا ستظل قائمة أم سيتكرر المشهد الأفغاني بانهيار الدولة الأوكرانية؟ وسيناريو تقليل الدعم لأوكرانيا ليس مستبعداً، تنقل الواشنطن بوست عن النائب الديمقراطي في الكونغرس سيث مولتون، ويقول إن ما تعلنه إدارة بايدن من النجاح المفرط لأوكرانيا ضد روسيا سيدفع المشرعين إلى تقليل الدعم لأوكرانيا مستقبلاً، فلماذا ندعمها وهي في موقف قوة بالفعل؟ أما النائب الجمهوري مايكل وولتز فيقول إن البيت الأبيض ينقل صورة غير مكتملة للواقع، حيث يفتخر بانتصارات لأوكرانيا في مناطق بينما يغفل عمداً ما يحدث في مناطق أخرى، وهو سحق الروس للأوكرانيين. في المقابل يقول تود بيرسيل أحد المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية لواشنطن بوست إنه من غير المنطقي أن تفصح أمريكا عن الخسائر الأوكرانية، وذلك لسببين: الأول أن ذلك سيغضب الأوكرانيين، وثانيا أن أمريكا لن تؤدي العمل الاستخباراتي لروسيا بنفسها. والملفت أن حديث تقليل الدعم لأوكرانيا بدأ بالفعل ومن ألمانيا، حيث قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده تبحث مع الحلفاء منح أوكرانيا ضمانات أمنية، لكن المساعدة المقدمة لها لن تكون كتلك التي تحصل عليها أي دولة في الناتو. نناقش مسألة الضمانات الأمنية مع الحلفاء المقربين وما يمكن أن نقدمه، إنها عملية مستمرة، ولكن من الواضح أن هذا لن يكون كما لو كان شخص ما عضوا في الناتو. هناك أمر واضح، وبغض النظر عما يحدث فإننا سندافع أيضا عن أماكن مثل دول البلطيق أو بولندا بقواتنا.